يعني الخبر اللي جاي ده عارفه هنا ساسكت قليلا، يعني ما اقدرش ان انا اتكلم. اقدم انا واليوم يومكم، فانت اتفضلي انت اطلع قدمي، انا اللي مش اقدم. هتكلم خلاص، يعني اليوم العالمي للفتاه، فطبعا انت اللي تتكلمي، اسكت طيب، النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للفتاه. اليوم ده اتخصص بغرض القاء الضوء على زياده الوعي واتاحه الفرص للفتيات، وكمان معالجه بعض المشكلات اللي بتواجهها في المجتمع. كان اضيف بقى. اتفضل. طيب في الحقيقه منا يعني لو هنتكلم على اليوم العالمي للفتاه، فيمكن احنا الفتره اللي فاتت شفنا الجهود الكبيره اللي كانت بتقدمها مصر، يعني ومصر كانت بتعد من اهم الدول اللي اهتمت بالفتاه واطلقت مبادرات زي المبادره الوطنيه لتمكين الفتيات، وعملت كمان تشريعات ونفذت برامج توعويه كتيره، يمكن هنتعرف عليها وعلى ابرز هذه البرامج من خلال ضيفتنا الكريمه عبر الهاتف الدكتوره لبنى خيري، عضو المجلس القومي للمراه والمحاضره بالجامعه الامريكيه اللي منورانا دلوقتي ومشرفانا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور، يعني وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وكلنا طيبين وبخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا دكتوره لبنى، اهلا بيك. اهلا بيك. لما نيجي نقول في اليوم العالمي للفتاه، ايه الرساله تحبي توجهيها النهارده، او عايزه تقولي ايه بعد النتاج بتاع الشغل اللي حصل الفترة اللي فاتت كلها؟ أولا أنا يعني فخورة جدا بكل التطوير اللي حاصل والاهتمام الكبير، ولكل بنوتة بقى صغيرة دلوقتي فعلا من حقها أنها تحلم وتنفذ حلمها. بقى في مبادرات كتير ومشاريع كتير أنها تتعلم من خلالها وتقدر تعبر عن نفسها وتقدر تزود الوعي بتاعها، بحيث أنها تكون اولا مفيده لنفسها، مفيده لاسرتها، مفيده لمجتمعها. صحيح. الضغوط اللي كانت بتبقى موجوده قبل كده وبعتبرها انها اكثر كانت ضغوط ثقافيه او ضغوط مجتمعيه، ابتدت بالتحركات الكثيره اللي بتحصل من خلال مبادرات الدوله تتشال واحده واحده بالراحه. الناس ابتدت تقدر قيمه الاسره ككل ودور البنت وأهمية تعليمها وأهمية استقلالها المادي كمان. نعم. أكيد. دكتور لو هنتكلم خلال التسع سنوات اللي فاتوا، لأن أنا من وجهة نظري شايف أن التسع سنوات دي هي سنوات ذهبية للمرأة المصرية في مصر تحديدا، شايفة وضع المرأة المصرية في مصر كان فين ما قبل التسع سنوات والنهاردة أصبح موجود فين من خلال تمكين ومن خلال مبادرات يمكن اشتغل عليها كتير من الجهات بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وشفناها حقيقة على أرض الواقع؟ طبعا هو ما فيش مقارنة، يعني اللي كان قبل غير دلوقتي اللي حاصل، لأنه كمان المبادرات أو الجهود اللي هي مبذولة على الأرض ما بقتش بس متمركزة في محافظات بعينها، احنا بنغطي جمهورية مصر العربية كلها، وما بقيناش مهتمين بمجال واحد، او بمعنى اصح لما تقوم قضيه معينه او تقوم مشكله معينه كل التركيز عليها، لكن استراتيجيه المراه ليها كذا محور، فهتشوف وشايفين دعم للمراه في اكثر من قطاع مش قطاع واحد بس. بالظبط بالظبط، لانه ما بقاش بس مجرد انه التشريعات او التوعيه بالعنف، لا احنا دلوقتي مش دلوقتي، يعني بقى لنا كذا سنه بنتكلم على التمكين الاقتصادي، بنتكلم على التمكين السياسي للمرأة، بنتكلم على أمنها الاجتماعي، بنشتغل على تطوير وعي المجتمع والمرأة نفسها من خلال حملات كتير. فالاختلاف كبير، وإحنا حتى شايفينه ده من خلال حضراتكم. صحيح. من خلال إعلامنا، من خلال الدراما والأفلام، فالجهود دي بقت منعكسة بشكل كبير جدا، والناس حتى بقى يعني بقيت بشوف إن الستات والبنات بقى عندهم سبل، حتى لو مش عارفين حقوقهم او مش عارفين الطريق، بقى فيه طرق معلنه. احنا بنفكر دلوقتي يا دكتور في مبادرات دعم وتمكين للرجل. متكبرش الموضوع. متكبرش الموضوع يعني. طب دكتوره خلينا نقول ان عدنا سنين المبادرات دايما بتبقى منحصره في المراه الريفيه او الفتاه الريفيه، وبتبقى المبادرات كلها قائمه على مجرد تحسين اوضاعهم في التعليم، لكن احنا مؤخرا بقى عندنا المظله بقت اشمل واكبر وبتشمل جميع الفتيات على مستوى مختلف المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه وكمان التعليميه، واعتقد ده ما كانش موجود في فتره سابقه. لا، اللي انا يعني عاوزه اقوله لك انه مش بس انه كان قبل كده التركيز على المراه الريفيه او كان التركيز على المراه عموما، لكن دلوقتي بقى في
غوص اكثر او تعميق اكثر للمشاكل اللي احنا عاوزين نشتغل عليها. نعم. يعني في مبادرات كتير مش بس بنتكلم على الشمول المالي او التمكين الاقتصادي او اقتراض لمشاريع صغيره للمراه الريفيه، لكن كمان بقى في توعيه. طب ما تكلمينا يا دكتور كده سريعا عن مبادره زي تمكين الفتيات دوي. دوي هي مبادرة لتمكين الفتيات، هدفها وده من أجمل الحاجات الحقيقة اللي حصلت، إنه البنت تتعلم إزاي إنها تعبر عن مشاعرها والمجتمع يسمعها من خلال دوائر حكي حصلت في محافظات كتير جدا في مصر، منها سوهاج والأقصر وأسوان والمنيا والعريش، وكمان بتتعلم من خلالها مهارات زي مثلا التعليم الرقمي وازاي تستخدم الانترنت بشكل امن وازاي تصنع محتوى على الانترنت. صحيح. فدوي خد جزء مختلف شويه عن مجرد تعليم او الاهتمام بالتعليم، لكن الاهتمام بالصحه النفسيه ليها وانها تقدر تعبر عن مشاعرها وتتكلم ازاي وتوصل اللي هي حاسه بيه ازاي من خلال انها تبقى عندها الجرأة انها تحكي. فمن نعم. هنا جت فكرة دوي. نعم. يعني في الحقيقة بس اللي انا بطلبه في اليوم ده دكتور، اليوم العالمي للفتيات، النظر بعين الرحمة للرجال. بعينينا. كل الشكر ليكي دكتورة ربنا خيري، عضو المجلس القومي للمرأة والمحاضر بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لحضرتك.